فرق طلباتكم رسالتكم للحكومة للأحزاب السياسية للحكومة أنه بس شوية تكون أكثر جدية بعملها الحكومة وتنظر لحال المواطن البسيط حقيقة هاي مطالبنا يعني يا هو أفضل العيد القبل لو هسه مو أكو فرق بين عيد الفطر وأكو عيد الأضحى صحيح تمام لو لا عيد الفطر هو فرحة للصائم وعيد الأضحى هو زيارة مكة عليه صلاة الحج تمام لو لا فهذا الفرق بين هذه ونسأل الله أن كل أعياد هي كلها فرحة للأمة الإسلامية شنو السبب بعض الناس يقولون العيد قبل أفضل من قصدك قبل الأعوام كانت الناس مو مثل هسه الناس طيبة قلب حقيقة يعني الناس قلوبها بيضة بيناتهم تواد وتراحم ومحبة وأخوة أكثر يعني أكثر من هالوقت هسه الناس مشغولة كلها بال تركض وراء الخبزة واللقمة والجوع والتعب والنازحين وغير النازحين فهذه يعني ما كان قبل موجودة حقيقة كانت الدولة ترعى الناس هسه ماكو أي رعاية لا رعاية صحية لا اجتماعية لا ثقافة لا كل مع الأسف يعني الحكومة مع احترامي ملتهية بس بالمكاسب والمغانم اللي تخص الفئة الحاكمة فقط بينما الشعب ماكوش ما محصل شكرا